عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننساش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ومعانا النهارده خبر حقيقي جميل جدا جدا جدا، وهو بيدل على الأخوة والعروبة والجمال، وحاجة يعني كل حد يفتخر بيها فعلا، حاجة يعني تقاش عليها الأقدام فعلا، انه انت يعني حد من دولة تانية يدافع عن بلدك، دي حاجة جميلة جدا جدا. وهنشوف محلل ليبي دلوقتي كان في نقاش ويشوف دافع ازاي عن الجزائر وقال ايه، وقال محدش يتكلم عن الجزائر وانا موجود، يلا بينا نشوف هو قال ايه. الدول المغاربية وقوة الدول المغاربية من قوة بعضها البعض، ولهذا المغرب يساعد ليبيا على وجود حلول، لكن نقول بكل صراحة أن الجزائر خربت الحلول. وعود إلى الأمور، لا يمكن أن يحل مشكل الهجرة يعني قطريا، لا يمكن التفكير بكل قطر قطر. غير مقبول منك هذا الكلام، غير مقبول منك يا سيد عبد الفتاح. لا أنت لا تعلم ماذا تفعل. لا يمكن أن يحل. لا يا سيد عبد الفتاح، يا سيد عبد الفتاح، خلينا نكمل. يعني تحويل النقاش، لا يمكن أن يحل المشكل النقاش إلى خلافات بين الجزائر والمغرب، غير مقبول. اسمعني اسمعني، هذا غير مقبول. لا 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 لا، أنت تتحدث عن الجزائر والجزائر اليوم غير موجودة. اسمعني 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 اسمعني، غير مقبول منك أن تصف الجزائر بأنها تخرب في ليبيا وأنا أصمت. أنا أقول لك بكل صراحة، منك أنت لا تفهم أي شيء في المغرب العربي. اسمحني 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 لك، خرجنا خرجنا عن الموضوع. لا تدفع عن الجزائر نقطتين، يا سيدي لا تدخل بنا للسياسة، هذه القضية تدخل بنا للسياسة، لا تدخل بنا للسياسة، لا تدخل بنا للسياسة، هي نقطة في موضوع الهجرة. طيب انتهى البرنامج، الشكر بشكام لبها عبد الحميد وبحثنا. أشوف حضراتكم على ألف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله، وأتمنى للجميع التوفيق يا رب العالمين. السلام عليكم.